شكرا. سنلعب لعبة مسلية، ما رأيكم؟ لعبة لعبة شديدة، لعبة جميلة، لعبة جميلة، لعبة شديدة. هي هي هي، ما هي يا رانيا؟ اللعبة اسمها من هو هذا الحيوان؟ سأصف لكم حيوانا معينا وأريكم جزءا من جسمه هنا، وعليكم أن تعرفوا من هو هذا الحيوان. حسنا، هيا بنا. سأعرف الإجابات كلها. حقا طبعا طبعا. لنرى. هيا هيا بنا. الحيوان الأول، الحيوان الأول له رقبة طويلة طويلة، وهو حاد السمع والبصر. من هو؟ وما هو صوته؟ نعم، ما هو صوته؟ لا صوت لهذا الحيوان. إنها الزرافة. صديقة الزرافة. أحسنت يا نور. أعرف نوني، أعرف نوني. إنها الزرافة. رائع يا نور. والآن الحيوان الثاني. نعم. إنه حيوان ضخم، له أذنان كبيرتان وخرطوم. نعم، أذنان كبيرتان وخرطوم. هذا صوته. كأني صوته. دعيني أسمعه جيدا. من هو؟ إنه صديق الفيل. صديق الفيل طبعا. رائع. نعم نعم، صديق الفيل أعرفه. انظر، إنه الفيل. نعم. رائع. من أعز الأصدقاء الفيل يا راني. طبعا. والآن حيوان ثالث. نعم، حيوان ثالث. إنه طائر ريشه طويل وجميل، لكنه لا يطير. من هو؟ لا يطير. إنه أجمل الطيور. إنه الطاووس. نعم. أحسنت يا نون، إنه الطاووس. انتظر انتظر، أجمل مني؟ طبعا طبعا، أجمل منك. الطاووس أجمل منك بكثير. أنا؟ نعم. الطاووس أجمل مني أنا؟ الطاووس جميل جدا. لا 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 بلا بلا، أنا أعرف. لا يا زاهي، لا تغضب لا تغضب، ليس أجمل منك يا زاهي. لأين تذهب؟ انظر انظر كم هو جميل. سأذهب إلى الحلاق. هل ستقص شعرك أم ستصبغه يا زاهي؟